اليوم هو 6 أكتوبر، تاريخ حرب 6 أكتوبر 1973. اليوم هو تاريخ النصر. 12 دولة عربية كانت إيد واحدة بجانب مصر وعلى رأسهم سوريا. كل عام وانت بخير يا مصر، كل عام وانت بخير يا سوريا، كل عام وكل مصري وسوري وعربي إيد واحدة وفخور بالنصر. اليوم هو حرب 10 من رمضان، الحرب المعروفة في سوريا بتشرين التحريرية، والمعروفة في إسرائيل بالعبرية ملخمة يوم كيبور، يوم الغفران. هسيبكم دلوقتي تشوفوا فيديو كليب أغنية من كلماتي وألحاني بغنيها أنا وأخويا وصديقي العزيز مصطفى الكردي، وبعدين هرجع لكم عشان أقول لكم 12 دولة عربية وقفت بجانب مصر، كل واحدة فيهم عملت إيه بالظبط. A message from the most blessed country on earth, Egypt, to the rest of the world, calling for freedom, victory, and peace. We dedicate this song to our brave Egyptian martyrs who died resisting the evil and the corrupt. يا شباب مصر الرجال، يا نساء يا شيوخ، يا أطفال، يا شباب يا نساء يا شيوخ يا أطفال، عيش أحرار بانتصار، شهيد راح من الميدان عشان نعيش ولا يوم نخاف نبقى في أمان، مسلمين أو مسيحيين حب الوطن عمر ومكان بالأديان، شهداء يا أبطال، دمع بلاد عليكم نار، شرطة جيش يا عن احترام، مش انتهاك هاك، مش طلق نار، مش انتقام، بس النظام ليه أساء،
سوريا شاركت في الحرب دي بمية طائرة قصفت مواقع الجيش الإسرائيلي بهضبة الجولان، وأرسلت فرقتين مدرعة إلى مصر وثلاث ألوية مشاة ومجموعة أسراب من الطائرات. العراق ساعد صدام حسين مصر بالقوات الجوية وأرسل 20 طائرة هوكر هانتر. السعودية أنشأت السعودية جسر جوي لإرسال 20,000 جندي إلى الجبهة السورية، وأطلقت العنان لحظر تجوال للعالم العربي بعدم تصدير البترول على العالم بالكامل، وخاصة هولندا وأمريكا لدعمهم إلى إسرائيل. الجزائر طلب الرئيس الجزائري هواري من الاتحاد السوفيتي بشراء أسلحة وطائرات لإرسالها إلى مصر بعد علمه بنية إسرائيل لضرب أو الهجوم على مصر. الإمارات العربية المتحدة قطع الشيخ زايد النفط عن إسرائيل تماما وعن كل الدول التي تدعمها، وده كان عامل ضغط كبير جدا في الحرب. ليبيا قدمت ليبيا 1,000,000,000 دولار لشراء معدات وأسلحة لدعم الحرب. الأردن شاركت القوات الأردنية في الحرب على الجبهة السورية بإرسالها ألوية مدرعة، وأيضا خدعت المخابرات الإسرائيلية برفع الحالة القصوى للحرب بنفس تاريخ الحرب 6 أكتوبر 1973، مما أثار القلق داخل إسرائيل وجعلها تبقي جزءا من جيشها خوفا من احتمالية الهجوم على تل أبيب. المغرب أرسل المغرب لواء مشاة إلى الجبهة السورية، كما أبقى اللواء المغربي بالجولان وشارك أيضا بطائرات حربية ودبابات. الكويت أرسلت الكويت 5 طائرات هوكر هانتر إلى مصر، كما أنها أرسلت طائرتي C-130 هيركوليز لحمل الذخيرة. اليمن أغلقت اليمن مضيق باب المندب بالكامل على إسرائيل. فلسطين قامت المقاومة الفلسطينية بإشغال العدو الإسرائيلي عن المخابرات الإسرائيلية بإيه؟ بشن الغارات، بنصب الكمائن والألغام. تونس الخضراء أرسلت كتيبة مشاة كاملة إلى مصر، كما أنها أرسلت 5 طائرات هوكر هانتر أيضا. السودان من أوائل الدول التي دعمت مصر، حيث أنها نظمت مؤتمر الخرطوم التي أعلنت من خلاله عن ثلاثية لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض، كما أنها أرسلت فرقة مشاة على الجبهة المصرية، كما أنها لم تتردد من نقل الكليات العسكرية إلى الأراضي السودانية. شكرا لكم جميعا. فأخيرا وليس آخرا، عبر كل الأماكن والأزمان، الجيل السابق والحالي والتالي، لم تتعرض إسرائيل لموقفا مشابها مثل الذي تعرضت له في تلك المواجهة عندما كنا معا. لذلك ظلت وستظل حرب أكتوبر 1973 رمزا للعزة والقوة والفخر للمصريين وكل العرب. يعني خلاص كل الناس هتبقى تزعل. Yeah.
حاجه اول ما عملوها عملنا بس يا انا هيك الحل نعم هنقدم خطوه كده نبدا دلوقتي يعني تمام انا ابتدات انت على فكره